العاشرة مساء وموجز لأهم الأنباء من الإخبارية، أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية التهنئة للرئيس ميثريبالا سيرسنا رئيس جمهورية سريلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الصديق إطراد التقدم والازدهار. في اليمن أكدت مصادر عسكرية بالجيش اليمني بتعز أن وحدات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة أفشلوا محاولة التسلل لعناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية مصحوبة بقصف مدفعي في جنوب شرق تعز، فيما تمكنت وحدات الجيش الوطني من صد محاولات هجوم لميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة المفاليس جنوبية تعز وأجبروهم على التراجع والانسحاب مخلفين خسائر فادحة في المعدات والأرواح في تلك المنطقة، كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع بمعسكر خالد في مفرق المخا غرب تعز، إلى ذلك قتل العشرات من ميليشيا الحوثي والمخلوع في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهات متفرقة من مدينة تعز. أعلن مسؤول عسكري في الجيش اليمني أن قوات الجيش باتت على مقربة من تحرير صنعاء وأنه لم يعد يفصل الجيش عن وصول العاصمة إلا بضعة جبال. وقال رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني اللواء محمد المقدشي إن القوات الشرعية لم يعد يفصلها عن العاصمة صنعاء سوى بضعة جبال يجري تحريرها حالياً، مبينا في الوقت ذاته أن قوات الجيش الوطني تتقدم يوميا في الجبهة الشرقية للعاصمة. أنهت الهدنة الروسية التركية اليوم 34 من سريان وقف إطلاق النار فيها بالمناطق السورية بمزيد من الخروقات سجلها المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث استهدفت ميليشيا الأسد بالرشاشات الثقيلة أماكن في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، كما قصفت الطائرات الحربية لميليشيا الأسد مناطق في مدينة الرستم بريف حمص الشمالي، ونفذت الطائرات الحربية غارات عدة استهدفت أماكن في الريف الشمالي لحمص، وفي حي القابون نفذت طائرات ميليشيا الأسد 3 غارات عند أطراف دمشق. أكد الجيش التركي أن طائراته وطائرات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية قرب مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابية. وذكر الجيش التركي أنه وجه ضربات جوية خلال الساعات 24 الماضية، حيث تم تدمير مباني ومواقع دفاعية ومخابئ ومخزن للذخيرة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران بسبب إجرائها تجربة جديدة على صاروخ باليستي ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن. وتستهدف هذه العقوبات الأولى التي تقرها إدارة دونالد ترامب 25 فرداً وكياناً يشتبهوا في أنهم قدموا دعماً لوجستياً ومعدات إلى برنامج الصواريخ، وبحسب بيان صدر عن وزارة الخزانة والذي أكد أن العقوبات الجديدة لا تنتهك الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015. أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان أن السلطات الإيرانية تعدم شخصاً كل 9 ساعات. وأضافت المنظمة أن حكومة طهران أعدمت أكثر من 87 شخصاً خلال يناير المنصرم، بينهم قاصران و6 أعدموا على الملأ. ووثقت المنظمة حالات الإعدام تلك التي تمت أغلبها بشكل غير معلن في مناطق مختلفة في إيران، في حين أعلنت السلطات عن 19 حالة إعدام فقط. وازدادت الإعدامات بحسب البيان بشكل ملحوظ قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس البلدية المقبلة في إيران المزمع إجراؤها في مايو. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.